بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان مساء اليوم فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، وترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. وعن جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وكبار المسؤولين في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان مساء اليوم مأدبة عشاء على شرف فخامة الرئيس دكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. هذا وقد وصل إلى البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة للبلاد، يجري فخامته خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وكان على رأس مستقبلي فخامته على أرض المطار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطنية. وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مكتب فخامة الرئيس الإيراني محمد نهاونديان ووزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد رضا نعمت زادة وعدد من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة. Hey!